توترات أمنية واحتجاجات في يوم الاثنين على إثر إعلان السيد مقتدى الصدر اعتزاله للعمل السياسي، وعلى إثر أيضا طبعا الاشتباكات التي اندلعت في المنطقة الخضراء واستمرت حتى صباح الثلاثاء قبل أن يطلب السيد مقتدى الصدر من المؤيديه وأنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء بما فيها أيضا المعتصمون من أمام أو في محيط البرلمان العراقي. بعدهم تم احتواء، ولكنها هي تتجدد الآن وإن وصفت بالمحدودة هذه المرة في البصرة.